السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصر كلها فرحانة ان اول مرة من ايام حسن شحاتة من اكتر من 10 سنين نقيم منتخب مصر. لقينا المنتخب المرعب الجزائر اللي نلعب قدامه ونقيم المنتخب. احنا ما كسبناش الجزائر بس مصر كلها فرحانة. الاستوديوهات التحليلية وكل الناس في التعليقات والخاص عندي فرحانين بمستوى مصر، لان مش هنقدر نقول مصر كويسة الا قدام منتخب كبير. شوف الجزائر كان سيء اللعيبة في الملعب والخطة، جمال بالماضي بوظ طريقة اللعب وأثر على مستوى، عمل تشكيلة غريبة وتشكيلة سيئة جدا، رغم ذلك الجزائر تقيل. كرة شعيب اللي بدماغه دي فرق كتف واحد طلعت، كانت جون 1-0 وكان هيجوا علينا ويجيبوا التاني والتالت، والشوط التالت تحس ان الهدف جاي. الشناوي مطلع انفرادات من عوار وشايبي ومن اسلام والجون جه. مش هتعرف قيمتك الا قدام الفرق الكبيره، مش هتعرف انت واقف فين الا قدام الفرق الكبيره. الناس كلها في الاستوديوهات التحليليه بيقولوا مصر احسن مباراه من سنين طويله عشان قدامك منتخب مرعب. بصراحه يا جماعه انا بعد ما شفت ال100 دقيقه دي، بعد ال100 دقيقه اللي انا شفتها دي، انا شفت منتخبات كتيره جدا افريقيه السنه اللي فاتت دي كلها. بعد الجزائر ومصر مفيش. نتفوق على السنغال في ملعبها بتتجدع، نتفوق على السنغال وكاميرون كله، جزائر ومصر بعد كده عد. بصراحة الجمهور النهاردة كان روح واحدة. ايه يا عم ده؟ تلاقي واحد تيشيرت جزائر واحد جنبيه تيشيرت مصري، يعني حتى الروح حلوة، الروح حلوة. احنا عارفين قيمة بعض. مصر عارفة بلد المليون شهيد او مليون ونص شهيد وجدعنتهم، والجزائريين عارفين ان مصر ولاد اصول. انا من ساعه ما دخلت حللت المنتخبات مفيش تعليق بيدخل واحد من واحد جزائري او ام جزائريه او اسره جزائريه الا بكل حب، كلهم كل يقول لك احنا بقينا نحب مصر، بقينا نتابع قناتك، وده شرفني، ده شرفني. بالماضي بيألف ومصر رجاله عشان هم ناقصين واحد، ما تحسش هم ناقصين واحد، يبقى في رجاله في الملعب. قمه بحق وحقيقي لما يكون في الجزائر ومصر، لازم قمه بحق وحقيقي. بدايه انطلاقه في المباراه، في انطلاقه للجزائريين، وكانت من ناحيه سعيد بالرحمه وتترفع ومحرز وتترد، يعني في كده 10 دقائق بس لعيبه الجزائر تحس ان بعد ماتش الراس الاخضر ان هم ايه هيكسبوا مصر، بس الجون هيجي في اي وقت. فكان في استعجال والاجواء مخليك مشدود قوي. يعني في كره سفيان تدل على اداء الجزائر في المباراه، في كره سفيان في الدقيقه 10 اتصلحت له وجنبيه زمايله يروح انفراد، يروح شايط، تيجي في عبد المنعم ورجعت له في على رجله الشمال ومش معدول، يروح شايط. في استعجال بعكس منتخب مصر، تحس الكره في رجل مصطفى محمد، في رجل صلاح، في رجل زيزو، في رجل تريزيجيه، في توب، عارفين هم عايزين عشان مركزين قبل المباراه. الجزائر جاي بالطياره قال لك هنكسب مصر، ما شاء الله ما شاء الله. مفاجاه ليا، جماهير الجزائر زي جماهير مصر، يمكن تتفوق في العدد كمان، ما شاء الله. مع الوقت بقى بعد الدقيقه 10 و12 و13 شفنا مصر بقى، مصر ابتدت تفوق ورحنا بفرصتين. تريزيجيه مندريا حارس الجزائر نجم من نجوم المباراه، مكسب كبير لمنتخب الجزائر، طلع من تريزيجيه التصويبه، وكرة صلاح اللي جت في العارضة تريزيجيه فنان نط من عليها، وده كان في تفكك في وسط الملعب الجزائر. مع الوقت فاقت مصر زي ما قلت لك. الدقيقة 38 في ضربة جزاء للجزائر، كرة مش عارف تتشاطر وهي رايحة في الطريق، جت في ايد واحد من مصر، الحكم مشاها عشان كان لسه طارد اسمه ايه ده؟ هاني. هاني كان مطرود دقيقة 37 وضربة الجزاء جت بعد 5 دقايق، فقال لك ايه ده لسه الطارد هاني وهحسب دي، راح مشى. انا شايف انها كانت ضربة جزاء، ده كلمة الحق. انما كل يوسف عطال النط من عليه ده كان تمثيل. الشوط الثاني مصر قبل الطرد كانت بتهاجم، بعد الطرد غصب عنك برغم تغيير غلط بس ربنا سترها، تغيير غلط. انا لما يكون محمد هاني باك يمين وزيزو وسط وصلاح مهاجم، لما اجي اغير ما غيرش الوسط، انت غيرت زيزو، رجعت صلاح مكان زيزو، صلاح مش هيعمل
مش هيعمل نفسه دور زيزو، ما عندوش الدفاع. فكان يعمل ايه؟ كان ممكن يطلع مصطفى محمد ويخلي صلاح يبقى ما بين الراس حربة والجناح، وزيزو زي ما هو والنني زي ما هو، وتنزل عمر اللي هو الباك اليمين، يبقى انت ما خسرتش دفاعيا. لكن التغييرة دي خلت صلاح يبقى راجع، وصلاح مش هيعمل نفس الدور الدفاعي بتاع زيزو، يبقى انت هتخسر زيزو دفاعيا وهتخسر صلاح هجوميا. بس ايه اللي حصل؟ كله كان رجاله. وانا النهارده لما مدرب اعمل غلطه معينه، لما كله رجاله، كله فايق، كله مركز، اللعيبه ما شاء الله، مصطفى محمد رائع، تريزيجيه تقيل قوي خبره، صلاح النهارده كان فوق القمه، واللعيبه كلها بصراحه، كل اللعيبه بصراحه، الشناوي طبعا كان من نجوم المباراه، دليل ان الجزائر ما كانتش ثابته. الجزائر برغم بالماضي كان الطريقه كانت وحشه، انا شكرت بالماضي الماتش اللي فات مع الراس الاخضر، قلت بالماضي هو سبب الاهداف الاولانيه، لان عامل طريقه هجوميه، محرز، اسلام سليماني، غويري، حسام عوار، عمور، خمسه، لما اتقطع الكوره هوب تلاقي عمور هيجيب وحسام عوار هيجيب الهدف الثاني، عوار الهدف ليه؟ عوار مديله صلاحيه، بيسندوا على بعض وملخبطين وعاملين ضغط على الدفاع. النهارده حسام عوار اللي كان سوبر قعدوا بره، عمور اللي كان نجم المباراه قعدوا بره، اسلام سليمان المحطه الهداف قعدوا بره، فبقت المساحات بعيده قوي غير الماتش اللي فات، المساحات كانت قريبه قوي. النهارده تلاقي محرز في اخر الدنيا، وسعيد بالرحمه في دبي، والماتش كان في ابو ظبي، سعيد بالرحمه تحس انه في دبي، والشايبي ما كانش متواجد خالص، يعني شايبي انا شفته برده في السنغال، شفته في ماتش قبل كده، من نوع الوسط اللي بيكمل، مهاجم مهاجم مستخبي. لا، حسام عوار لما بيلعب في الحته دي بيبقى احسن من شايبي، بيبقى صانع لعب، ينزل يستلم، فتحس ان انت مليان في نص. انما انا شفت المباراه نص الملعب كان فاضي، مصر كانت ناقصه، ونص الملعب بتاع مصر كان احسن. فاهمين قصدي ازاي؟ زي ما قلت لكم، التغييرات بقى بتاعت بالماضي كانت متاخره قوي، ما بين الشوطين طلع شايبي ونزل حسام عوار، وطلع سعيد بالرحمه ونزل عموره، عكس ده، نزل عموره واسلام سليماني في الاخر. لا، اول تغييرين ما بين الشوطين تغير سعيد وتغير شايبي، وينزل حسام عوار جنب غويري، وينزل عموره، وفي الاخر اذا ما تروح منزل زي ما عملت كده، طلع سفيان ونزل اسلام سليماني. ياسر العروسي الباك الشمال، طب ما حلو اهو، يعني ياسر العروسي لما مسك صلاح وقف صلاح وعنده كور، طب ما كنت تبدا بيه يا اخي، ابدا بن سبعيني باك شمال. بن سبعيني انا شفت له ماتش دورتموند في المجموعه بتاعتهم الناريه، كان بيلعب الميلان، نجم المباراه الاول، بن سبعيني باك شمال بيعمل كل حاجه، خسرته في الباك شمال ودخلته في المساك. بن سبعيني لعيب كرة كويس، لعيب كرة كويس لما تحطه في المساك ليه بيمسك؟ بيضرب، بيزهق، بيضرب، بيعمل فاولات. ده بن سبعيني عمل 3 فاولات في اول ربع ساعة، بيتخانق مع الحكم، وهو حاطط يعني السكينة في رقبة تريزيجيه، وراح يقول للحكم يا عم حرام عليك. هو لعيب كرة كويس، ما تحطوش في حتة مش بتاعته بن سبعيني، فأنت خسرته باك شمال، ولعبت واحد مكانه توبة. توبة أنا شايف إن هو لعيب محلي، ما اعرفش بالماضي مصمم عليه، غير زروكي طبعا ما بيعرفش يباصي. زروكي ده يا جماعه مش دولي والله، ما شاء الله. في حسام الدين مرزي، الجزائر مليانه كنوز في وسط الملعب والله، ليه مركز على زروكي يا بالماضي؟ ليه مركز قوي كده؟ انا مش شايفه يعني سوبر، يعني لاعب واحد تاني مكانه، في لعيبه بتقطع وتسلم، في لعيبه بتقطع وتسلم، ده ما بيعرفش يسلم خالص، ده بيديني بالبوكس، اللي بيسلم بيسلم كده، ده بيدي بالبوكس ده. انا زعلان يعني، ليه بقى؟ انت الماتش اللي فات الدنيا كلها قالت الجزائر، لا الجزائر وكسبان السنغال في السنغال، ايه التاليف في التشكيل ده؟ هتوقعت ان هيقعد عمور، وقعد عمور، قلت لكم انا عارف مخ بالماضي، امبارح في الفيديو عملت فيديو امبارح، قلت لكم ايه؟ انا عارف مخ بالماضي، هي بكره هيقعد عمور، وفعلا قعد عمرو، هو كان نجم المباراه، حتى ما نزلوش ما بين الشوطين. بالماضي ليه حاجات فلسفه كده، بحس ان هو بيعجل،
بيعجن يعني. طبعا مندريا، مندريا حاجه تفرح جدا. مندي، مندي بطل بالسبعيني مش وحش برغم ان مش مكانه. يوسف عطال كان بيفقد الكره كتير وبيبوظ هجمات كتير برغم ان لعيب كويس بس ما كانش بيلعب السهل. محرز النهارده زي الماتش اللي فات كان مستخبي، بس الماتش اللي فات كله كان كويس فكسبوا 5. غويري ما اعرفش هل غويري ما ترموهوش في المدافعين، غويري يا اما تلعبه تحت المهاجم يا اما تلعبه ناحيه الشمال. امين غويري حريف فما تحطوش حد يمسكه يعطله، فلما حط غويري راس حربه لوحده لا عطله، عطل خالص غويري. لكن غويري الماتش ده لما لعب تحت اسلام سليماني كان كويس. شايبي من اللعيبه اللي بيستخبوا، بيستخبوا بتحس ان هم مش موجودين في الملعب. سفيان النهارده كان في توتر مشدود، حتى الماتش اللي فات لما نزل برده بقى شوت كور عاليه كده مشدود. النهارده سفيان مشدود. زروكي يعني معلش مش دولي، وتوبة مش دولي صراحه يعني. عجبني جدا اداء مندريا جدا، وان مصر بقى كلها زي الفل، مصر كلها زي الفل. مصطفى كان رائع، مصطفى محمد، تريزيجيه شقي وخبره عظيمه، صلاح هو صلاح ابو مكه، النني وحمد فتحي تقال. انا وانا بتفرج على الماتش الجزائر فريق منتخب عظيم، بس عشان انا بتابع الجزائر على طول. لا بالماضي ظالم المنتخب، النهارده عمل تشكيله ما تفهمهاش عايز منها ايه، تشكيله صفر. لكن كان اداء مصر العيال تقيله، النني تقيل، الواد صلاح تقيل، مصطفى تقيل، في خبره. الجزائريين لما بتيجي هجمه ليهم تحس ان ايه اللي تجيله كره يشوط. النهارده سفيان في كورتين في دقيقه واحد، جات له على اليمين مش مزق شاط، جات له على الشمال شاط، وبرده شايبي مش عارف الباك الزحلق والكره لسه معوجه. انت لو دست عليها انتوا زياده يا حبيبي زياده عدد، لو بصيت هتوصلوا تجيبوا جول، تلاقي شاط من بعيد قوي. ففي عدم خبره برده، 20 سنه و 21 سنه عندنا. تريزيجيه بقى له مثلا 7 8 سنين في الاحتراف. صلاح ما شاء الله 10 سنين. في تقل، في تقل في الشناوي ورا عملاق، الواد عبد المنعم هايل وعلي جبري معاه، محمد حمدي الباك شمال. انا قلت في الفيديو امبارح قلت مش هيلاعب فتوح، هيلاعب حمدي عشان دفاعيا اكتر، وفعلا في الاخر انا بشكر بالماضي، وبشكر فيتوريا، وبشكر منتخب الجزائر والجزائريين، منتخب مصر. فرجونا على مباراة أنا من رأيي هنفضل فاكرينها سنين والله العظيم. الماتش ده كل ما مصر بقى مثلا ممكن تقابل الجزائر بعد سنتين تقول ياه فاكرين يا جماعة مصر والجزائر في أبو ظبي 1-1، قمة الأداء والروعة وكل قال عليه ده كأنه قبل نهائي كأس عالم. وتشكرين اعمل لايك ودعمنا، شكرا.